السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درسنا اليوم بإذن الله هو محرك الدائرة ومساحة القرص. الدائرة لو السحب نلاحظ هنا سوف نقوم بإعطاء بعض التعاريف. ما هي الدائرة؟ الدائرة هي مجموعة من النقاط، تبعد بنفس المسافة عن المركز. قلنا الدائرة هي مجموعة من النقاط، تبعد بنفس المسافة عن المركز، لأن هذا هو المركز. هذا المركز الدائرة لو سونتر، وهذه هي الدائرة لو سيركل. إذا قلنا الدائرة هي مجموعة من النقاط تبعد، بنفس المسافة عن المركز. ما هو الشعاع؟ الشعاع هو المسافة الفاصلة بين نقطة من الدائرة ومركز الدائرة. الشعاع هو المسافة بين نقطة من الدائرة، إذا أخذنا مثلا هذه النقطة، إذا المسافة الفاصلة بين هذه النقطة وهذه النقطة، المسافة الفاصلة بين هذه النقطة وهذه النقطة، من هنا ماذا هو الشعاع؟ إذا لاحظوا الشعاع هو المسافة الفاصلة بين نقطة من الدائرة ومركز الدائرة. يغير القطر، ما هو القطر؟ إذا القطر هو المسافة الفاصلة بين نقطتين من الدائرة والمار من المركز. المسافة الفاصلة بين نقطتين من الدائرة ومار من المركز هذا شرط لا بد منه، ضروري أن يكون مارا من المركز. إذا هذا هو القطر لو ديامتر. إذا القطر يساوي ضعف الشعاع. إذا القطر، إذا لاحظنا هنا، إذا أخذ من هذه النقطة إلى المركز والشعاع، ثم من هذه المركز إلى نقطة أخرى من الدائرة فهو شعاع آخر. إذا القطر يساوي الشعاع في اثنين. ننظر الآن إلى القرص، إذا الديسك. ما هو القرص؟ القرص هو مجموعة من نقاط وسط الدائرة. مجموعة من نقاط وسط الدائرة، لاحظوا معي هذا هو القرص. إذا القرص هو الجزء الملون بالأصفر، لو ديسك هو الجزء الملون الأصفر، هذا الجزء الملون بالأصفر هو القرص، وهنا نسمي الدائرة حافة القرص. الدائرة هي حافة القرص، هي الحافة هنا الملون بالأزرق. إذا هذه هي حافة القرص، نسميها الدائرة لو سيركل. بطبيعة الحال الشعاع هو المسافة الفاصلة بين النقطتين من الدائرة ومركز الدائرة، هذا هو الشعاع الغيون. والقطر هو المسافة الفاصلة بين النقطتين من الدائرة والمركز، هذا هو القطر. بطبيعة الحال القطر يساوي الشعاع في اثنان. إذا الآن نمر إلى محيط الدائرة. إذا حساب محيط الدائرة البيريمتر السيركل، إذا المحيط يساوي القطر في 3.14. القطر في 3.14، 3.14 هي بي في الرياضيات، هي بي، إذن هي تساوي 3.14 وعدة أرقام بعدها، لكن نختصر بأخذ 3.14. إذن المحيط هو القطر في 3.14. بيريمتر تيغال ديامتر فوا 3.14. إذن إذا أخذنا مثال هنا لدينا القطر يساوي 6 سنتيمتر بحساب المحيط، إذن نأخذ القطر ثم نضربه في 3.14. إذن لأن لدينا الشعاع، إذا لدينا حالتين، إذا كنا نتوفر على القطر فنحن نحسب القطر في 3.14، إذا كان لدينا شعاع نضرب الشعاع في 2 للحصول على القطر ثم نضربه في 3.14. إذا أخذنا مثال هنا لدينا القطر يساوي 6 سنتيمتر، فإننا نضرب 6 سنتيمتر في 3.14 يساوي 18.84
سنتيمتر. ثم إذا أخذنا الشعاع يساوي 3 سنتيمتر، نضرب 3 في 2 للحصول على القطر، ثم نضرب في 3.14 تساوي 18.84. نمر الآن إلى حساب مساحة القرص. إذن مساحة القرص لاغ دان ديسك، بالمناسبة يمكن أن نقول بالنسبة للمساحة يا إما لا سوبرفيسي أو لاغ، نفس الشيء. لاحظوا المساحة تساوي الشعاع في 3.14. إذن حساب المساحة هي الشعاع في 3.14. إذن لاغ تيكالو غيون فوا غيون فوا 3.14. إذن الحساب لدينا هنا الشعاع يساوي 3 سنتيمتر، وبالتالي لحساب مساحة هذا القرص نضرب الشعاع 3.3 سنتيمتر في 3 في 3.14 تساوي 28.26 سنتيمتر.